السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أيها المتابعين الكرام، الأصدقاء الرائعين. حلقة النهاردة أسطورية، أسطورية بكل معاني الكلمة. أعظم من ملك على وجه الأرض، أعظم شخص ملك على وجه الأرض، أعظم شخص آتاه الله كل شيء، أعظم شخص سخر ليه الله سبحانه وتعالى كل شيء. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعظم من ملك الأرض أربعة، اثنين مسلمين واثنين كفار. الاثنين المؤمنين ذي القرنين وسليمان، والكفار بختنصر والنمرود ابن كنعان. النهاردة ما احنا مع أعظم شخص على الإطلاق حكم، وربنا عطاله الملك وعطاله النبوة، هو سيدنا سليمان النبي العظيم. وقلنا إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول لك: وورث سليمان داود، وورث سليمان داود، وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، إن هذا هو الفضل المبين. شوف، أوتينا من كل شيء، من كل شيء. فازاي ربنا سخر لسيدنا سليمان السحاب، الرياح، عمل له بساط يركب عليه، يركب البساط سيدنا سليمان ويروح المكان اللي هو رايحه، يأمر الريح تحمله يروح اي حته هو عايزها. سخر له النمل، سخر له الحيوانات، سخر له الدواب، سخر له الانعام، سخر له الطيور تظلل في السماء، سخر له الجن يأتمرون بأمره، سخر له الإنس. يا خاب رب، إيه العظمة دي؟ كيف فعل؟ يعني إيه حكاية سيدنا سليمان دي؟ إيه الأسطورة دي؟ إيه الحاجة يعني إيه المتعة دي؟ إيه المتعة دي؟ إيه العظمة دي؟ إيه يعني ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مرة مسك الشيطان، مرة مسك الشيطان فقال لك إيه؟ والله كنت على وشك إن أنا أربطه في المسجد حتى الأطفال الصغار يشوفوه، لكني تذكرت دعوة أخي سليمان: رب هب لي ملكا لا ينبغي أن يكون لأحد من بعدي. فدي دعوة سيدنا سليمان، قال لك: رب هب لي ملك لا ينبغي أن يكون لأحد من بعدي. فأنا عايزك تتخيل معايا، تتخيل معايا أنت كده، تخيل معايا ربنا يدي واحد الحاجات دي. تخيل كده، صور كده بعقلك، ربنا يدول الجن، يسخر الجن يقول له اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا، انحت لي المكان ده انحت، ارسم لي نواتي يرسمه. ربنا عمل له الطير، يا طير اجف هنا عشان هو معدي في الشمس، فالطير تيجي واقفه تيجي عامله له ايه. ربنا عمل له البساط، يجي راكب البساط ينتقل من الهند الى مصر الى فلسطين الى اي كده كده في لمح البصر كده، كانش في طيارات بقى ولا بتاع الكلام ده. تخيل انت واحد يركب البساط ويمشي بيه، يبقى سخر له الرياح، وسخر له الجن، سخر له النمل، سخر له الطير، سخر له الحيوانات والدواب. ايه تصور انت شخص انسان ربنا اداله كل ده، وبعد وفوق كل ده ربنا اداله النبوه. يعني شو ايه ده؟ اللهم ايه ده؟ الله الله الله. ربنا سبحانه وتعالى قال لك ايه؟ ان يفتح الله لك فلا ممسك لرحمته الا هو. فكيف ربنا عطى سيدنا سليمان العظمه دي كلها والقوه دي كلها؟ وفتنا، ولقد فتنا سليمان. عايزين نعرف كيف فتن الله سليمان، وايه حكايته مع بلقيس، وايه حكايته مع الهدهد، ومن هو الشخص الذي اتى بعرش بلقيس؟ من هو الشخص اللي جاب عرش بلقيس كده في غمضة عين كده كده قبل أن يرتد إليك طرفك كده؟ ها، مين هو الشخص ده؟ خليكم معنا في الحلقة دياتي اللي هي أسطورية حقيقة. يعني سيدنا سليمان ابن سيدنا داود، وسيدنا داود لما مات، قلنا سيدنا داود مات إيه؟ على 100 سنة. عند سيدنا داود حكاية جميلة جدا في موضوع المدة، حكاية عجيبة. ربنا لما خلق سيدنا آدم فقلنا: وعلم آدم الأسماء كلها. ربنا لما علمه فشاف، ربنا جاب له زراريه الذريه بتاعته فشافه، فشاف عبد حلو كده جميل من ولاده، شافه كده واتي ازرق العينين وقصير ونقي القلب، وشاف عمره فلقى عمره 60 سنة. قال له: يا رب مين ده؟ قال له: ده ابنك داود. قال له: بس ده 60 سنة صغير، هيموت 60 سنة، اديله 40 سنة. قال له: هديله منين يا سليمان؟ ده ربنا، ده ادم بيكلم ربنا، سيدنا ادم بيكلم ربنا بيقول له اديله ايه؟ بيقول له: يا رب زد له 40 سنة. فقال له: انا هزيد له منين؟ انا قدرت عمره كده، قدرت عمره 60 سنة. فقال له: يا رب خد مني، سيدنا ادم بيقول له: يا رب خد من عمري 40 سنة واديها لابني داود. ففعلا اخذ ربنا 40 سنة من عمر سيدنا ادم واديها لمين؟ اديها لداود عليه السلام. فحتى لما جه سيدنا ادم يموت، كان ربنا قال له ان انت هتعيش 1000 سنة، فلما جه يموت حسب لقي ناقص 40 سنة. قال له: يا رب ده انا ناقص 40 سنة. قال له: يا ادم انت ما انت ال 40 سنة اديتها لابنك. فربنا زاد كمان ادم ايه؟ 40 سنة لانه نسي. فلما مات داود
جه سليمان كان صغير في السن، سيدنا سليمان كان صغير كان عنده 12 سنة. فاليوم اللي هيدفنوا فيه داود قلنا اليوم ده كان قيز وكان حر وكان كارثة. فيوم الناس لما يقولوا ايه يا سليمان يلا عايزين ندفن ونخلص، ده احنا الشمس كالت راسنا. وده ما يحصل يعني حتى لحد ايامنا ديات لما حد يموت في الصيف ونروح ندفنه. فجي سليمان شوف علامات النمو بقى، فقال لهم ايه، فامر الطير ان الطير تظللهم. فالناس شافوا كده ايه، تسليم، ده هذا الملك النبي. فربنا اداله ايه، اداله القصه ديت، اداله كل حاجه، اتاه الله من كل شيء سببا. ففي يوم ماشي سيدنا سليمان هو والجيش بتاعه، فلاقي ايه عصفور وعصفور عم يكلموا بعضهم. فجلس الناس اللي معاه قال لهم عارفين لما يقول له ايه العصفور، اما يقول العصفوره ايه، ما ربنا علم وعلمناه منطقه الطير، اداله هو سامع كل حاجه وعارف كل حاجه. فقال لهم ما يقول ايه، قال لهم العصفوره عم يقول العصفوره تتزوجيني، تزوجيني وسكنك في اي مكان في الارض انت اخترتيه. شوف بقى العصافير اللي عندهم جهاز ولا عندهم ذهب، فهمت، ولا عندهم مهر ولا عندهم المرات ده كله. قال لغيت تتجوزيني وانا ايه اسكنك في اي حجره في اي مكان انت اخترتيه، انا اسكنك فيه، اعمل لك عش فيه واسكنك فيه. سبحان الله. انطلقوا، فهم ماشي هو بالجيش بتاعه سيدنا سليمان، سبحان الله العظيم. فقالت ايه، فقالت نمله يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. النملة شافت الجند بتاع، لان الجند بتاع سيدنا سليمان كانوا بيمشوا ايه يعني هو مرتبهم كده، الجن وبعدين مش عارف الدواب وبعدين الانعام وبعدين الطيور ماشيه من فوق. فهي قالت لهم ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وي. فسمع فلما سمعها فتبسم ضاحكا، سمع النملة يا اخوانا وهي عم تقول الكلام ده وياتي، فتبسم فقال ربي وزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني في عبادك الصالحين. فهو سيدنا سليمان كان كل يوم يقوم يجيب زي العرض العسكري، هنا الجن، هنا الطيور، هنا الإنس، هنا وهو يحكم في بني إسرائيل، وهو يوزعهم يقول ده يعمل كذا وده يعمل كذا وده يعمل كذا وده يعمل كذا، يوزع عليهم الأدوار. في الصباح في هذا المجمع العظيم بيبص سيدنا سليمان كده بعينيه بيتفقد، فبعدين ما لقيش الهدهد. الهدهد ده مهم جدا، اهم حاجه الهدهد. ليه؟ لان طبعا زمانكم عايشين في صحراء، الهدهد ده الوظيفه بتاعته ان هو يدور على الماء. ليه؟ لان الله اعطاه هذه القدره ان الهدهد يشوف الميه اللي تحت الارض. فهو يمشي يبص كده يشوف المية اللي تطلع فيه، يقول لهم يجي سيدنا سليمان يأمر الجن بإن هم يحفر عشان يطلعوا إيه المية عشان كل شيء يشرب. ما لقيش الهدهد، فقال لك إيه الهدهد ده من الغائبين، لا أعذبنه أو لا أذبحنه، يعني أعذبه أو لا أذبحه إلا لو ما جانيش بسبب مقنع هو مش موجود ليه. فجي الهدهد بعد شوية فمكث غير إيه غير بعيد، فجي بعد شوية قال له إيه كنت فين، قال له شوف 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 الهدهد يقول له ايه، يقول له انا عارف احط بما لم تحط به، انا عرفت اللي انت ما تعرفوش. شوف الهدهد الضعيف يكلم سليمان العظيم يقول له ما هذه رساله من ربنا برضه، عايز يقول له يعني يا سليمان ان هذا الملك كله من عندي انا. فقال له ايه الحكايه، قال له في مره واحده ست بتملكهم، واحده ست بتملك ملكه بتملك قوم ويسجدوا لله سبحانه، يسجدوا للشمس، يسجدون للشمس من دون الله. مين هي الست دي؟ واحدة ست اسمها بلقيس. بلقيس كانت تحكم في اليمن. ايه حكاية بلقيس دي؟ اللي احنا ما نعرفهاش. حكاية بلقيس، بلقيس ابوها كان ملك عظيم من ملوك اليمن، كان من اعظم ملوك اليمن، وكان متجوز واحدة جنية، كان متجوز جنية اسمها ريحانة بنت الشكر ابوها، فأنجب بس بلقيس. فبلقيس نصفها جني ونصفها إيه؟ ونصفها بشري. فأبوها مات، فلما أبوها مات غلب عليها القوم وملكوا غيرها، فحصل النزاع بينها وبين اللي اتملك ده، فقالت له فبعتت له قالت له نتجوز ونفض النزاع. فاتجوزت، ففي ليلة الفرح في الليل زجت خمر، زجت زوجها خمر وقطعت رأسه وعلقته على باب القصر. فالناس شافوها كده صح خلاص، قال لك هذه امراه قويه، هذه امراه فظيعه، هذه امراه مين جد هديتي، شوف عملت ايه. فخضعوا لها لانها كانت اوتيت برضه من الحكمه والعلم. فالمهم ان هي كانت بتسجد للشمس، فالهدهد قال له في امراه بتسجد للشمس من دون الله. فقال له طب خد الكتاب ده وروح اديه له. فبعت لها رساله يعني سيدنا سليمان،
فراح هو الهدهد خد الكتاب كده هواتي وراح منزله فراحت جمعت هي اول ما وصلها الكتاب جمعت القوم بتوعهم وجمعت الجيوش وجمعت العساكر وجمعت الوزراء وقالت لهم تعالوا في امر خطير جدا زي ما بنقول اجتماع عاجل لمجلس الامن. هي عملت اجتماع عاجل لمجلس الامن القوم بتاعها هي. فقالت لهم يا جماعه لقد القي الي كتاب كريم. ايه في الكتاب ده؟ قالت له ايه؟ انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واتوني مسلمين. ده ملخص كده مفيش كلام تاني كتير. قالوا لها طب احنا انت عارفه نحن اولي باس شديد، احنا ما يهمناش حاجه، احنا ما يهمناش الحروب ولا بتاع، شوف لو عايزه ندخل الحرب معاك ندخل الحرب. فهي حكيمه برضو عندها الحكمه والفطنه. فقالت لهم ايه؟ قالت لهم ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله، فانا هبعت لسليمان هديه نطمعه يعني كده، نبعت له هديه كده حلوه كده ويعني نريح الكلام معاه. فراحت اختارت الرسل بتاعتها وراحت بعت هديه جميله لسليمان. ليه؟ لان الهدهد كان بالغ بقى عند قال لك عنده عرش عظيم، لان العرش بتاع بلقيس اللي كانت جالسه عليه كان مطعم، مش مطعم، كان مصنوع من الذهب ومصنوع من الجواهر ومصنوع من اللآلئ ومصنوع من الياقوت. فالست عندها كتير، عندها عطاها الله سبحانه وتعالى. فهي هتبعت له طبعا شويه ذهب وشويه ياقوت وشويه بتاع وشويه كلام من ده. فراحت بعت له مع الرسل الهديه. فلما وصلوا الرسل بالهديه وقدموا للسلم قال له هديه ايه سيدنا سليمان؟ هديه شوف 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 ربنا اعطانا ايه؟ بل انتم بهديتكم تفرحون. فلما شافوا هم المنظر بقى وشافوا الطيور وشافوا الجن وشافوا، فطلعوا يجروا على بلقيس قالوا لها رايحه فين؟ ده ما حدش يقدر يقول له لا، ده ربنا اعطاه كل شيء في الارض. السحاب البساط سخره له، الريح سخره له. فهي قالت ايه؟ خلاص الموضوع خلص كده، انا نسلم مع مين؟ سوف نسلم مع سليمان، نحن نمشي نسلم عند سليمان. فهي قالت انا هروح لسليمان. فجي سيدنا سليمان عايز برضه هي اللي تشوف تتاكد، لان قومه هم اللي شافوا، فهو عايزها هي اللي تشوف. فجمع الجمع بتاعه وقال لهم مين يقدر يجيب لي العرش بتاع بلقيس؟ فقال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك. طب سيدنا سليمان بيقعد يحكم في بني اسرائيل وفي القوم من الظهر لحد اخر النهار، طويله. شوف سيدنا سليمان استطولها طويله. فقال له جه واحد بقى قال ايه؟ انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرف. انا كده اجيبه لك كده في غمضه عين. مين الرجل ده؟ قال لك الرجل ده كان اسمه آصف ابن برخية. آصف ابن برخية أعطاه الله اسم الله الأعظم الذي إذا ما دعي به أجيب فورا. فجابه له كده في غمضتين جي قدامه. فجاد بلقيس بقى، بلقيس جاية. فراح سيدنا سليمان عمل إيه؟ عمل حاجة بنشوفها الأيام دي طبعا ما كانتش قبل كده. راح عمل زجاج وحط تحت الزجاج ده الماء، وحط سمك كده في الماء وبتاع، عشان وانت ماشي على الزجاج كانك ماشي في الميه. هذه ما بقيناش نشوفها غير في العصر الحديث، شوفوا وعملها من كام الف سنه. فهي جت بلقيس كده فشافت البتاع اللي تفكر ميه، فراحت رفع البتاع علشان ايه؟ رفعت فكشفت عن ساقيه، اتاري هو ايه؟ زجاج، المفروض تمشي فوق الزجاج. اول ما وصلت شافت العرش كده قالت ده كانه العرش بتاعي. قال لها ده هو العرش بتاعي. فخلاص قالت اني اسلمت مع ايه؟ مع سليمان. فلما اسلمت تزوجها سيدنا سليمان وملكها ومكنها من اليمن، خلاها ما زالت ملكة على اليمن وتزوجها. وكان بيروح لها كل شهر ثلاثة أيام، يقعد عندها ثلاثة أيام، يروح بالبساط، يركب البساط السحري يروح عندها يقعد ثلاثة أيام ويرجع، لأن سيدنا سليمان كان عنده إيه؟ كان عنده ألف امرأة. في يوم من الأيام، قصة عجيبة غريبة جدا، في يوم من الأيام سيدنا سليمان ورث عن داود إيه؟ ورث عن داود النبوة والملك، ورث عنه القضاء، يعني خير من يحكم في القضاء سيدنا سليمان. فجت واحدة ستين مرتين، امرأة وامرأة جايبين طفل، دي تقول ده ابني ودي تقول ده ابني، دي تقول ده ابني ودي تقول ده ابني، دي تقول ده ابني ودي تقول ده ابني. الله، كيف ده ابني وده ابني فين؟ فسيدنا سليمان قال ايه؟ قال احنا احسن حاجة احنا الطفل ده نعمل ايه؟ نقسمه نصين، كل واحدة تاخد نص. فجاب السكينة ولسه أمه قالت إيه؟ قالت لا 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 خلاص 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 اديه له هو ابنها. أمه قال لها خلاص أنت أمه، لأن الأم ما يهونش عليها إن ابنها إيه. فشوف يعني من ضمن، فقلنا كان لسليمان ألف امرأة
وفي يوم من الايام قال حديث قال لك والله لاطوفن على 100 امراه هذه الليله، قال لاطوفن على 100 امراه هذه الليله فتحمل كل واحده وتنجب فارسا يجاهد في سبيل الله، فطف عليهم جميعا ال 100 واحده لانه نسي يقول ان شاء الله، نسي يقول ان شاء الله، فلم تنجب ولا واحده غير واحده بس انجب الطفل ايه مشوه. نجي لحكايه ولقد فتنا سليمان دي، ولقد فتنا ايه سليمان. كان مره سيدنا سليمان راكب فوق البساط، وبعدين ايه البساط ايه مال بيه كده، فسيدنا سليمان قال له ايه اعتدل، خد بالك قالها له كده بفخامه بكبر يعني اعتدل، ما قالش يعني باذن الله ولا اعتدل بامر الله ولا، قالها له كده اعتدل يا بساط، فاعتدل. فربنا حب يعلم سيدنا سليمان درس، حب يديله درس. فسيدنا سليمان وهو قاعد على الكرسي بتاع العرش العظيم بتاعه وبيؤمر وينهي وبتاع، ما هي دي ولقد فتنا سليمان، وبعدين ايه قاعد كده فليجي نفسه مش قادر لا يحرك ايده ولا يحرك رجله ولا يحرك دراعه ولا يحرك ولا حي خالص، سلبه الله إرادته، ربنا لم يسلبه الأشياء التي منحها إياه، ما سلبوش الجن ولا سلبوا البساط ولا سلبوا الطير ولا سلبوا هذه النعم كلها، ولكن سلبه إرادته على تسخير الأشياء ليعلم سليمان أن إرادة أن الإرادة من الله سبحانه وتعالى. أنا مش هسلبك، مش هاخد منك الحاجات اللي أنا اديتها لك، لا ده أنا هاخد منك إرادتك على تسخير الأشياء، مش هاخد منك اللي انا اعطيته لك ده، لا ده انا هاخد منك اللي اكتر من كده، ده انا هاخد منك انك لما تيجي تقول لحي اعمل كذا ما تقدرش تقول، فسلب منه ارادته على تسخير الاشياء، وهذا اعظم وهذا اكبر. فلما ايه بقى ايه ما قدرش يحرفق، عارف بقى سيدنا سليمان ان في شويه كبر كده دخلوا فيه، ففهم ان ربنا ايه علشان فابتدى بقى يستغفر ربنا بقى ويقول استغفر الله العظيم كده ويرجع الى الله سبحانه وتعالى ويعلم ان هذه النعم كلها من الله سبحانه وتعالى. وفات سيدنا سليمان، مات سليمان عن عمر 52 سنه، مات سليمان وهو عنده 52 سنه. فلما مات لما جه يموت شفع عزرائيل فقال له شوف انا عايزك تقبضني على وانا ايه وانا واقف على العصا، هو ماسك العصا كده كان يمسك العصا سيدنا سليمان كده ويقف عشان يشوف البتاع، فقال لك عايز تقبضني كده وانا واقف كده ليه يا عمي؟ قال لك علشان الناس مفكرين ان الجن لهم سلطان، الناس مفكره ان الجن دي هي اللي بتتحكم وهي اللي ليها سلطان وهي اللي ليها قوه وبتاع، فانا عايز ادي الناس درس ان الجن دياتي ملهاش سلطان على البشر. فقبضه الله سبحانه وتعالى وهو واقف ايه واقف على العصا كده، فضل واقف على العصا سيدنا سليمان وهو ميت لمده سنه لمده عام كامل، والجن قدامه بيعملوا، لان لما كان حد يحب يهرب من الجن كده من سيدنا سليمان كان يشوف غير يبص ليه سيدنا سليمان يتحرك، سيدنا سليمان كان يشوف فيه كده يتحرك، فهم بيعملوا ما لا يشتغلوا ليل ونهار يشتغلوا ليل ونهار. وبعدين واحد كده معدي بعد سنه يعني، فراح معدي وبص على سيدنا سليمان عايز يهرب فما اتحركش ولا حاجه، فعرف ان الامر فيه امر، فمشوا لقوا ايه كاله الارضه او هذا بتاع الارضه بتاع الارض او العصايه اتاكلت، العصايه كل شويه 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 تتاكل من الارض، اتاكلت العصايه اتاكلت فايه فخر سيدنا سليمان وجع، فعرفوا ان سليمان مات. لكن الناس بقى لما شافت والانس لما شافوا قال لك وهو جنهم، الجن لو بيعرفوا الغيب كانوا عرفوا ان سليمان مات، لو ان الجن يعلمون الغيب ما كانوش قعدوا سنة في العذاب الأليم دويات اللي هم فيه وكانوا يشتغلوا ليل ونهار، كانوا عرفوا أن سيدنا سليمان مات مثلا. إذن هم الجن لا يعلمون الغيب وليس لهم سلطان على البشر. إذن هذا ما كان من هذه القصة الأسطورية الرائعة جدا والملهمة جدا والعظيمة جدا، هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم الملك النبي الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى كل شيء، سيدنا سليمان سخر له الطير وسخر له الدواب وسخر له الأنعام وسخر له النمل وسخر له الجن وسخر له الإنس وسخر له البساط وسخر له الريح وكل شيء، صلى الله على سيدنا سليمان وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا جماعة اكتبوا لنا في تعليقات صلوا لنا على النبي، اكتبوا لنا صلى الله عليه وسلم ولا صلى الله على محمد وعلى آل محمد، ربنا بيصلي على النبي فاحنا كمان نصلي على النبي. هذا غير حي طلب بسيط خالص، برتجوا لنا هذه الحلقات علشان كل الناس تتعلم وتستفيد، نتعلم كلنا من بعضينا، مش انتوا تتعلموا مني العفو وحاشا لله، احنا نتعلم كاملين من بعض، يعني اللي عنده معلومه ولا بتاع يضيفها لنا
عشان كاملين نتعلم من بعضينا. وبرتجونا هذه الحلقات واكتبونا في التعليقات، صلونا بس على النبي في التعليقات بس، ليس مطلوب أكتر من كده. وهذا والله أعلم أعلى وأعلم، وإن كان تقصير فمن نفسي يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وانتظرونا في الحلقة القادمة إن شاء الله، سوف تكون حلقة عن نبي جديد وقصة جديدة وعبرة جديدة إن شاء الله رب العالمين. وإيه؟ وشكراً.